صباح الخير عليكم. النهاردة Lecture 14 هنحل فيها مع بعض Example 9-8. Example ده بيقول An ideal gas turbine cycle with two stages of compression and two stages of expansion has an overall pressure ratio of 8. بيقول بعد كده Air enters each stage of compressor at 300 Kelvin and each stage of turbine at 1300 Kelvin. المطلوب في المسألة دي بيقول احسب الـ backwork ratio the thermal efficiency of gas of this gas turbine cycle. هنحسب الكلام ده بطريقتين أو مرتين، المرة الأولانية لما يكون مفيش regenerators، والمرة الثانية لما يكون في ideal regenerator. طيب لما يكون مفيش regenerator ده معناه كان إيه بقى؟ نفتكر مع بعض كده بسرعة. أما يكون مفيش regenerator معناتها إن الـ compressed air اللي طالع من الـ compressor بيدخل مباشرة على الـ combustion chamber without preheating، لأن الـ regenerator ده هو اللي بيكون مسؤول عن الـ reheating أو الـ preheating بتاع الـ air اللي طالع من الـ compressor before combustion. فلما يكون مفيش regenerator الـ compressed air اللي طالع من الـ compressor بيدخل مباشرة على الـ combustion chamber where combustion takes place. لما يكون في ريجينريتر زي ما اتفقنا برضو المرة اللي فاتت ان الكمبرست اير بيدخل على الريجينريتر وبيحصل له بري هيتينج بيفور كومبستشن. طيب لو فاكرين هي نفس الرسمة البلوك دايجرام اللي احنا كنا اخدناه المحاضرة اللي فاتت هو بس احنا بنحطينا هنا التي اس دايجرام معانا هنا علشان ايه نشرح عليه المسألة. ده الـ TS diagram بتاعت السايكل اللي هي عبارة عن gas turbine cycle with two stages of compression بينهم intercooling and two stages of reheating بينهم two stages of expansion بينهم reheating. طيب الـ air enters the compressor عند نقطة واحد بيحصل له compression to an intermediate pressure، وبعد كده بعد الـ compression to at this intermediate pressure الـ air بيحصل له cooling تاني أو intercooling بحيث ان درجة حرارته ترجع الى زي ما كانت قبل كده عند نقطة واحد قبل compression، يبقى temperature عند نقطة واحد ونقطة تلاتة قد بعض. بعد كده بيحصل isentropic compression من الـ intermediate pressure للـ high pressure اللي احنا عايزينه in an isentropic process وممثلة على الـ diagram بخط vertically upwards. طيب بعد كده الخطوة التانية هنا مفيش بقى regenerator الجزء الاول من المسألة، فالcomposition 4 اللي هي الcompressed air عند الهاي بريشر طالع من الكمبريسر بيدخل على combustion chamber where combustion takes place والheat addition process بتبقى على المرحلة دي اللي هي من 4 لـ 6. عند state 6 high temperature and pressure gases اللي طالع من الcombustion chamber بتدخل على first stage of turbine بتحصل لها expansion to an intermediate pressure. بعد كده بتحصل لها عملية reheating at this intermediate pressure لغاية temperature بتاعتها ما توصل نفس temperature بالضبط اللي كانت موجودة عليها قبل first stage of expansion. بعد كده بعد عملية reheating at this intermediate pressure بيحصل expansion للpressure عند نقطة 9. لما يكون مفيش regenerator خلاص يبقى بعد كده من 9 لـ 1 هو ده يمثل كمية الـ Q out كلها. طيب لما يكون عندنا regenerator بعد ما بيحصل compression to stage 4 الـ air بيحصل له preheating في الـ regenerator to state 5 بواسطة الـ exhaust air اللي طالع من الـ turbine عند state 9. ففي الـ ideal situation نقطة 5 بتساوي نقطة temperature بتاعتها بتساوي نفس temperature بتاعت نقطة 9. ده temperature بتاع الـ exhaust بتاع الـ turbine اللي رايح على الـ regenerator، وده الـ temperature أو الـ highest temperature اللي ممكن يوصل لها الـ preheated air نتيجة الـ exchange of heat اللي حصل في regenerator. يبقى في الـ ideal situation نقطة 5 ونقطة 9 دول بيبقوا عند نفس درجة الحرارة عشان ده عبارة عن counter current flow heat exchanger. الـ Q in بقى في combustion chamber لما يكون فيه regenerator موجود بتكون من 5 لـ 6 فقط، وبعد كده نفس السايكل بتتم عادي expansion وبعدين reheating وبعدين expansion تاني. والـ Q اللي هي saved اللي أنا استخدمتها في الـ preheating بتاعت air اللي هي من 9 لـ 10، فبالتالي Q out بتكون فقط من إيه؟ من 10 لـ 1. تعالوا بقى نحل المسألة مع بعض بعد ما شرحنا الفكرة بتاعتها بسرعة كده.
احنا هنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت برضو، بنقول لما يكون عندنا two stages of compression and expansion، ال work input بتاع الكمبريسر بيبقى minimized and the work output بتاع التوربين بيبقى maximized when both stages of compressor and turbine has the same pressure ratio. ومن هنا بنقول ان P2 على P1 بتساوي P4 على P3 بتساوي root 8، و P6 على P7 بتساوي P8 على P9 بتساوي root 8 برضو. المسائل اللي هي في السايكلز، من اول ما شفنا المسائل في الثيرموداينامكس 2 اللي احنا بندرسها مع بعض الترم ده، كنا الهدف بتاعنا الرئيسي ان احنا بنحسب الفاليو بتاعت الانثالبي عند الديفرنت بوينتس في السايكل. فاحنا برضو هنا في المساله دي احنا مضطرين او محتاجين نحسب الفاليوز بتاعت الانثالبي ات ذا ديفرنت بوينتس في السايكل. المساله دي احنا هنحسبها، هنعمل حسابات بتاعتها على اساس ان احنا بنستخدم الاير تيبلز في ايجاد القيم المختلفه للانثالبيز ات ذا ديفرنت كونديشنز. طيب احنا هنا نبص على الرسم بسرعه كده، هنلاقي ان التمبريتشر عند واحد بتساوي التمبريتشر عند 3، يبقى اتش 1 بتساوي اتش 3. التمبريتشر عند 2 بتساوي التمبريتشر عند 4، تبقى اتش 2 بتساوي اتش 4. عندنا 6 و8 برضو موجودين عند درجه الحراره، و7 و9 برضو موجودين عند درجه الحراره، فالانثالبي هنا قد الانثالبي هنا، والانثالبي برضو عند نقطه 7 بيساوي الانثالبي عند نقطه 9. فاحنا هنا في الكلام كاتبين اهو اتش 1 بيساوي اتش 3، واتش 6 بتساوي اتش 8، واتش 2 بتساوي اتش 4، واتش 7 بتساوي اتش 9. طيب احنا جينا بقى جبنا الفاليوز بتاعت الاتش عند الديفرنت بوينتس، او ما جبناش احنا قلنا ان اتش 1 بتساوي اتش 3 واتش 2 بتساوي اتش 4، بس لسه ما جبناش الفاليوز بتاعت الانثالبيز. فهنا قلنا T1 equal 300، فمن الـ air tables H1 بتساوي 300.19، وبالمرة بنجيب قيمة PR1 equals الرقم ده. من H1 لـ H2 اللي هي الـ process اللي احنا شفناها اللي هي الـ isentropic compression من الـ low pressure to the intermediate pressure، دي isentropic process، ممكن نطبق عليها القانون اللي هو PR2 بيساوي PR1 في P2 على P1، أو PR2 على P1 على PR1 بيساوي P2 على P1. إحنا عندنا الريشو ما بين P2 و P1 وعندنا PR1، يبقى جبنا PR2 ومنها هنجيب T2 هتبقى 403.3، و H2 هي اللي قيمتها 404، يبقى دي قيمة بتاعت H2. برضو التمبريتشر اللي هي عند الانلت بتاعت التوربين كانت 1300، يبقى من هنا جبنا H6، وبالمرة بنجيب PR6 علشان الخطوة اللي بعد كده اللي هي من 6 ل 7 دي isentropic expansion، يبقى ممكن نطبق عليها القانون اللي هو هنا ده، وبالتالي بنقدر نحسب ايه PR7 بتساوي 117. فالتمبريتشر عند نقطة 7 بتساوي 1006.4، وبرضو بنجيب من التابلز H7 اللي هي 1053.33. طيب الورك بتاع الكمبريسر في الحالتين اللي هي من الانيشال بريشر للانترميديت بريشر، ومن الانترميديت بريشر للهاي بريشر بيكون متساوي، فده بيساوي 2 في الورك انبوت للكمبريسر، يبقى بيساوي 2 H2 ناقص H1، جبنا الورك انبوت لايه للكمبريسر. بعد كده عايزين الورك بتاع التوربين اللي هو عباره عن 2 في H6 ناقص H7، لانه ال two stages of turbine produce the same amount of work، يبقى التوتال ورك بتاع التوربين بيساوي 2 في H6 ناقص H7، لان هو نفس قيمة الشغل في التو ستيجز. الورك نت قلنا عبارة عن الورك بتاع التوربين اوت ناقص الورك بتاع الكمبريسر ان، طلع 477.04 كيلو جول بير كيلو جرام. الكيو ان هي عبارة عن ايه؟ الكيو ان توتال، المرة دي الكيو ان توتال هي عبارة عن H6 ناقص H4 زي ما اتفقنا واحنا بنشرح المسألة، عشان هنا مفيش ريجنريتر، زائد الجزء بتاع الريهيت اللي هو H8 ناقص H7، وحسبنا Q in total. الباك ورك ريشيو هنبص المرة دي نلاقيها عبارة عن 208.24 على 685.28، طلعت 30.4، يبقى هنا لو قارنا دي بالمسألة اللي فاتت هنبص
اللي احنا حليناها في اخر المحاضره اللي فاتت، هنبص نلاقي نتيجه المالتي ستيج كومبريشن وذ انتر كولينج اند مالتي ستيج اكسبانشن وذ ري هيتنج، هنبص نلاقي ان الورك نت القيمه بتاعته اتحسنت والباك ورك ريشيو القيمه بتاعته قلت عن المره اللي فاتت، بس في نفس الوقت السايكل افشنسي اتاثرت، وده احنا شفناه السايكل افشنسي قلت، ده نتيجه ان الافريج تمبريتشر ات ويتش هيت از ادد في الكومبوستشن تشامبر قلت نتيجه الانتر كولينج، والافريج تمبريتشر ات ويتش هيت از ريجكتد زادت نتيجه الريهيتنج اللي حصل في التربين. يبقى ملخص سريع: Using multi-stage compression with intercooling and multi-stage expansion with reheating improves the backwork ratio but decreases the thermal efficiency of the cycle. برضو علشان تتأكدوا قارنوا الأرقام اللي احنا طلعناها النهاردة بالأرقام اللي احنا كنا حاسبينها المرة اللي فاتت.